التكنولوجيا، وبيقول لك ان التكنولوجيا دي لها positivity او positively يعني نتائج ايجابية، ونيجاتيفلي يعني النتائج طبعا سلبية. نبدأ بالبوزيتيفلي على اساس ان احنا شطار وكده وندور على الناحية الايجابية. ولو انا بدأت بالتكنولوجي، تك هي باشا تك تكنو لو جي، بس تاجة معك حتى حتى شك منها تقول لي ترجمة مش فاهم. فهو تكنولوجي have many positive many effects positively، يعني هي لها نواحي كتير مؤثرة إيجابية. on مش عارفة ليه حطيت نقطة on healthcare improving healthcare اللي هي تنمية الحياة الصحية. الحياة الصحية يا جماعة الخير يعني health care saving، وطبعا الحفاظ على الحياة saving lives. هتقولي ازاي يا سلام؟ يعني انت مثلا التليفونات دي تليفونات ايه يا باشا؟ and increasing وبتنمي الحياة اكتر. يعني تخيل ان انت برضو تلاقي حاجة تسليك بدل ما كنت بتجيب في سيرة الناس، دي بتجيب في سيرة الناس يا عجرة. increasing life expectancy اللي هي نمت توقعات الحياة، بحيث انت لو انت زهقان تبص تلاقي برضو حاجات تسليك شوية انوية، او حتى تتواصل مع ناس. additionally بالاضافة الى technology او it، لسه انا بتكلم على التكنولوجيا، has transformed industries. transformed يعني تحول، تحول الصناعة industries. industries يعني الصناعة، بتحول الصناعات. لان لو انتوا خدتوا بالكم ان النهاردة الصناعات بقت اكثر تطورا من خلال التكنولوجيا، وتعزز الانتاجية. boosting يعني تعزز الانتاجية، اللي هي جاية من كلمة product يعني منتج، مش كده انت المنتج ده، لا productively اللي هي productivity. productivity تي اتي في تي ات، خلينا هنا نوضح نقطة ات دي اللي هي التكنولوجيا. ات يعني التكنولوجيا اللي هي الضمير بتاع غير العقل. ات اللاوز بتسمح people to global connect، بتسمح بالglobal connect اللي هو التواصل العالمي او global connections by the internet، بين خلال الانترنت او الانترنت اللي هو النت يا جدعان. sharing ideas وكمان تشارك الافكار، ودي حاجه مهمه جدا ما كناش ممكن نشوف. and وكمان ايه بعد التشارك allows to او allows of السماح، allows of هنا بيبقى دافع زاد ing او اسم. huge amount يعني كميات كبيرة جدا من المعلومات. huge amount of information كميات كبيرة جدا من المعلومات. انت عندك هنا جملة مهمة جدا اللي هي huge amount of information يعني كمية كبيرة من المعلومات. the internet اللي هو الانترنت يعني او الانترنت او الانترنت، المهم يعني الانترنت اللي هو الانترنت يعني allows بيسمح بالكنكشن اللي هو التواصل او التواصل الاسرع او تواصل سريع اللي هو speed او fast او quick connection، تواصل سريع connection. ممكن speed او fast او quick easy connection او easily connection اللي هو تواصل سريع او quickly، برضو هنا لانها بنوصف فعل. طبعا فاست زي ما هي، speedily برضو زي ما هي، تمام اللي هو التواصل السريع السهل quickly او fast او speed easily connection.
تواصل سريع او سهل. انا بديك خيارات متعددة يا طالب يا جميل، انت يا عسل اختار بقى اللي انت عايزه. تمام، هسيب مسافة، هسيب سطر، ده مش من حقك تسيبه، بس انا بسيبه عشان انا عايز اوضح لك ان انا هتكلم فيه النيجاتيفيتي او السلبيات يا غالي، وده موضوع تاني بقى، ما احنا هنتكلم عن النيجاتيفيتي. طالما قلت نيجاتيفيتي يبقى هاو ايفر، اللي هو تساوي بط، اللي هو لكن، اللي هو شوف كل الجمال والحلاوه دي. بس تعالى اقول لك there are many او there are negative side او negative effective، اللي هو الجانب او التاثيرات السلبيه غالي، اللي هي زي ال over depends، زي مثلا ال over depends on. بص كلمة over يعني عالي جدا، depend يعني معتمد، dependence يعني الاعتماد، ال over الشديد، on technology الاعتماد الشديد على التكنولوجيا طبعا بيؤدي الى انك تروح الجيم. لا بس صحيح، lead يؤدي الى، لذلك تلاقي الناس اللي بيتعلموا اللي شغالين على الكمبيوتر طول الوقت عندهم كرش كده، هم دارسين برضه الحقيقه. تو ريديوس فيزيكال اكتيفيتي، اللي هي الانشطه، فيزيكال يعني يعني بدني، الانشطه الايه البدنيه. طبعا هنا ريديوس معنى تقلل، تقلل الانشطه البدنيه، وبالتالي سو او اند عادي ات leads to، طالما قللت الانشطه البدنيه يبقى more disease او امراض كتير، او بتؤدي الى increased health problems اللي هو زياده المشاكل الصحيه. من طبعا العيال ما بتشتغلش بتقعد، such as، واديني امثله اللي هي المشاكل في العيون برضو، eyes eye strain، اي سترين يعني ايه؟ سترين يعني اجهاد، اي سترين يعني اجهاد العين. وكمان العزله المجتمعيه اللي هو السوشيال ايزوليوشن، اللي هو الانعزال الاجتماعي، ودي من ضمن الحاجات اللي هي يعني مشهوره قوي في الناس اللي هم بيستخدموا الكمبيوتر كتير، از انذر اللي هو جانب اخر يعني، انذر كونسرن بمعنى اعتبار، يعني اعتبار اخر، اعتبار يا غالي، الاعتبار ما سوف يكون. تمام، social isolation is another concern as people may، على اساس ان الناس، as people may، الناس مالها غالي، الناس بتبقى برضو يعني مشدودة قوي لل engaged، engaged يعني مرتبط، لا يعني مرتبط بالسكرينز، engaged with مرتبط بالسكرين يعني قاعد باصص للشاشة، عينه جاي على الشاشة طول الوقت، يعني ممكن ما يبصش لأمه، يبص للشاشة عشان الشاشة دي أمه. increase sorry screens than real life، زين هنا بمعنى اكثر من real life، real اللي هي الحياة، life اللي هي الحياة الحقيقية، interactions، interactions يعني ال رد الفعل برضو ده مهم جدا. furthermore technology can cause job disappointed، furthermore it على، وكمان هي بتؤدي الى job placement، job placement، job placement اللي هو ازاحه الوظائف، اللي هي في وظائف بت sorry displacement اللي هي بتؤدي الى ازاحه بعض الوظائف. بالمناسبه placement يعني احلال، displacement يعني ازاحه. إزاحة، فهي بتؤدي إلى إزاحة بعض الوظائف. تمام، اللي هو due to، تؤدي اللي هي مقابل الـ automation اللي هو اللي كل حاجة automatic يعني automation. طبعا it leads أو تؤدي إلى it leads to unemployment اللي هي مش عارفه اكتب unemployment
منت اللي هي أعزكم الله وبدشر عليكم البطالة، بتؤدي إلى البطالة لبعض العمال طبعا، لأن هي طبعا بتبقى الأوتوماتيك. وأنا كنت عامل فيديو عن الوظائف القديمة. فاينالي أخيرا في أم البراغراف مش عايز يخلص دوت، تكنولوجي خلاها تكنولوجي بقى، مش كل شيء تكنولوجي. انهانس يعني تعزز، انهانسز بقى تعزز التقدم، بروجريس بات، لكن برضو it has many challenges أو it needs it requires require يعني تتطلب طبعا more careful management إدارة حازمة أو حريصة، careful management. سلام.